بين الإعلان الأول والثاني، سوريا باقية خارج إطار النأي بالنفس. دارت الأزمة الحكومية وعادت إلى بر النأي بالنفس. النأي بنفسها عن أي نزاعات؟ المصطلح الذي ألفه اللبنانيون منذ سنوات تجدد، والمشهد نفسه تكرر سابقا. يا ليتنا جميعا نلتزم سياسة النأي بالنفس. اختلف المعلن لكن المضمون نفسه، فما الفرق بين الأمس واليوم في نظر حلفاء حزب الله المعني الأبرز بهذا الإعلان؟ هو تأكيد المؤكد لا أكثر ولا أقل، وما تغير شيء، لأنه أساسا لبنان كان نائي بنفسه عن الصراعات الدولية. المخرج اللي صار مبارح هو يعني كان راضي عنه كل الأطراف الأساسية بهذا البلد، وبنفس الوقت يعني هذا تعبير النائي بالنفس تعبير بطاط، ممكن كل حدا يفسره على زو. أنا بفسره أنه نائب النفس أنه لبنان يجب أن يكون بعيد عن كل الصراعات على المستوى الإقليمي. لعل خطاب السيد حسن نصر الله كان الباب الأبرز الذي فتح على إعلان النائي بالنفس مرة ثانية. لم نوصل سلاحا لأي بلد عربي، كونكم عم تحكوا عن البلد العربي. نعم في محلين نحن بعتنا لهم سلاح كل شفافية، الأول هو فلسطين المحتلة، وفي بسوريا السلاح الذي نقاتل به. حسم الأمين العام لحزب الله النقاش حين ذاك وبدد الهواجس، إلا أن سوريا باقية خارج إطار النأي بالنفس الجديد تماما كما القديم. وجود حزب الله في سوريا ما له أي علاقة بقصة نأي بالنفس، لأنه الدواعش هن اللي ما كانوا نائيين بنفسهم عنا، هن اللي كانوا عم بيهاجموا لبنان، وكان في عملية دفاع عن النفس. فإذا ما كان في تدخل بالشؤون الدولة السورية، يمكن كل طرف بيفسر هذه العبارة مثل ما بده. أنا بفسر النائي بالنفس أنه هو الابتعاد عن الصراعات، ولكن مش الابتعاد عن الصراع مع العدو الإسرائيلي، ومش الابتعاد عن الصراع مع المجموعات التكفيرية اللي كانت عم تهدف لضرب لبنان، لضرب الاستقرار بلبنان، لضرب الأمن بلبنان. لا، نحن بهذا الموضوع ما في شيء اسمه نائي بالنفس. هو أحد المصطلحات اللبنانية التي تبتكرها السلطة لإيجاد مخارج لأزماتها السياسية، فبعد السجال بين الترسيم والتحديد للحدود، ها هو النأي بالنفس يرسم الحدود السياسية بين مكونات الحكومة بدلا من تحديدها. نعيم برجاوي، قناة الجديد.